سيد الوزير، قبل البدء في الحديث عن تدني مستوى التعليم في تشاد، دعنا نتابع سويا هذا التقرير ثم نعود لبدء الحديث. تقرير الزميل حسن سامبو. غير أن التشاديين مدركين تماما بأن هذا القطاع ظل يعاني من مشكلات كثيرة حالت دون تقدم هذا القطاع الحيوي الذي هو أساس التنمية. لذلك وضمن مساهمة الجميع المتعلقة بإيجاد حلول ناجحة لهذا القطاع، فإن نواب الجمعية الوطنية قد صوتوا بالإجماع لاعتماد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول النظام التربوي التشادي والسياسة الوطنية للشباب، ذلك بعد الانتهاء من التحقيق الميداني الذي قامت به في مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف أقاليم البلاد، بحيث أن ممثلي الشعب هم أيضا لاحظوا تدهور المدرسة التشادية بشكل كبير. هذا التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية أمام النواب وبحضور عدد من أعضاء الحكومة سيما المعنيين بهذا القطاع يتكون من 75 صفحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاحق المتنوعة. بحث التقرير كافة المراحل التعليمية، ذلك بدءا بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي أو الحضانة، مرورا بالتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، وانتهاء بمرحلة التعليم الجامعي العام منها والخاص. أكد التقرير بأن المدرسة التشادية قد تدنى مستواها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في تدني مستوى التلاميذ في مختلف المؤسسات التعليمية التشادية. تعلق ذلك بحسب مداخلات النواب بعدم توفر المعلمين المؤهلين من جانب، ومن جانب آخر لعدم توفر الكتاب المدرسي. أكد النواب بأن المئات من المدارس سيما بالمدن والقرى الداخلية قد أغلقت أبوابها أمام التلاميذ، ذلك نسبة لتوقف المدرسين الأهليين عن التدريس. مداخلات أخرى أشارت أيضا إلى عدم وجود بناء المدارس بحسب المواصفات المطلوبة، حيث توجد العديد من المدارس قد بنيت من القش وأخرى تعرضت للخراب. سبب نقصان المعلمين بالمدارس يرى فيه النواب بأن الكثير منهم لا يذهبون إلى المناطق التي نقلوا إليها. عدم تطور الثنائية اللغوية أي العربية والفرنسية بمختلف مدارس البلاد تأكد كذلك خلال مناقشات هذه الجلسات التي استمرت لمدى 4 أيام. أشارت المداخلات كذلك إلى تدني مستوى مراكز التكوين المهني. هذه المشكلات المختلفة التي ظهرت في مختلف مراحل التعليم العام كانت ماثلة أيضا في مختلف مراحل التعليم الخاص، سواء كان ذلك في المرحلة الأساسية أو الجامعية. الوزراء الذين ردوا على أسئلة النواب أكدوا بأن الحكومة التشادية وضمن برنامجها المتعلق بتنمية قطاع التعليم في تشاد، والذي يهدف كذلك إلى تنمية الخدمات الضرورية، ستأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا التقرير الخاص بالنظام التربوي التشادي والسياسة الوطنية للشباب، بحيث أنه ضمن إطار التربية شأن الجميع. لذلك فإنه يبقى في المقدمة شأن الحكومة التي يقع على عاتقها تطوير المدرسة التشادية حتى تستجيب لتطلبات التلاميذ والطلاب التشاديين. السيد الوزير، تابعنا سويا هذا التقرير الذي اعتمد فيه نواب الجمعية الوطنية التحقيق التقرير حول النظام التربوي في تشاد من قبل لجنة برلمانية. طرحت من خلال هذا التقرير عدة إشكاليات التي تعاني منها المنظومة التربوية في تشاد. برأيكم إلى أي مدى طرح هذا التحقيق الإشكالية الحقيقية وراء تدني مدرسة تشادية؟ أولا أنا أشكر التلفزيون التشادي على الاستضافة والحديث عن موضوع التعليم في تشاد. كما تابعتم خلال الأيام الأربعة الماضية نقاش مطول بين أعضاء الجمعية الوطنية في حول تحقيق قامت به لجنة التربية في الجمعية الوطنية. هذا التحقيق شمل جوانب عديدة لمسألة التعليم، ولم يقتصر فقط عن تدني المستوى. تدني المستوى هو نتيجة لعوامل عدة في مسألة التعليم. التقرير التحقيق طبعا أخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بالموظفين المدرسين الذين لم يذهبوا إلى مناطق التدريس، يرفضون البقاء في المناطق خاصة في مناطق الريف، أيضا في البنية التحتية، كيفية توزيعها في المناطق. توجد مؤسسات مبنية في أماكن وتوجد في أماكن أخرى، بينما المناطق الأخرى تحتاج إليها وعدد التلاميذ مثلا أكثر وكذا، وبالتالي يحتاج منا إلى نوع من التخطيط في هذا المجال.
أيضا التقرير تناول مسألة المناهج أيضا في تشاد، وطلع على وجود مناهج عديدة يعني في تشاد تستعمل لدى التلميذ التشادي، وتدني المستوى هو نتيجة لعوامل عديدة يعاني منها أو يعاني منها قطاع التعليم في تشاد. أيضا باعتقادكم هل سيساهم هذا التحقيق المقدم من قبل اللجنة في دفع عجلة التعليم في تشاد؟ لا شك التقرير هو إضافة حقيقية للنظام التعليمي في تشاد، لأنه دراسة فاحصة لمسألة التعليم في تشاد، لأنه كما تعلمين منذ سنوات عديدة التعليم يعاني في جوانب عدة. يسمح التحقيق لوزارة التربية الوطنية لترى مواطن الضعف ومواطن القوة، لكن مواطن الضعف أكثر، بالتالي يسمح لنا أن نعرف الحقيقة في الميدان. تأتينا تقارير من المندوبين في المناطق، لكن التحقيق البرلماني هو أكثر شمولية، لأن البرلماني رجل على احتكاك دائم مع الناس في الميدان، وبالتالي هذا التحقيق سلط أضواء على جوانب عديدة نستفيد منها في وضع خططنا المستقبلية للتعليم. التعليم مسألة التعليم فيها جوانب ثلاثة مهمة. مسألة المدرس هذه مهمة، يحتاج المدرس إلى ضبط، في نجد أن هناك فوضى كثيرة يعني بين في الموظفين الذين لا يذهبون إلى مناطقهم، لديهم تواطؤ مع المسؤولين في التعليم في المناطق الإقليمية مثلا، المناطق نفسها الإداريين في المناطق لا يتصلون بوزارة التربية لإشعارهم بأن موظف ما لم يذهب إلى المنطقة، وكذلك الأهالي. وبالتالي أنا أوجه نداء لكل المسؤولين في الأقاليم، إن كان هناك موظف في وزارة التربية عين في منطقة معينة، عليهم أن يتابعوا وأن يخطروا الوزارة بعدم وجود هذا الشخص في مكان عمله عندما يغادر لفترة طويلة. أيضا مسألة المناهج، المركز الوطني للمناهج يعمل الآن بجد، لديه كثير من النتاج الذي يحتاج إلى طباعة، والوزارة سوف تقوم لاحقا في المستقبل القريب إن شاء الله بكيفية دراسة كيفية طباعة هذه المناهج، وأن يتحصل التلميذ التشادي على كتاب يستطيع أن يعرف من خلاله تاريخ بلده، ثقافة بلده، تراث بلده إلى آخره. أيضا مسألة التخطيط المدرسي، وهو متعلق بتوزيع المدارس في المناطق، أيضا نحن سنعمل في المستقبل القريب ومن أجل كل هذا. والتقرير سلط أضواء على جوانب يعني تسمح لنا معرفة هذه القصور هذا في نظامنا التعليمي. وأنتم كوزارة ما هي الإجراءات التي اتخذتموها أو التي سوف تتخذون لتحسين أداء وفعالية المدرسة الجديدة؟ والله خاصة أن هذا التقرير عرض الإجراء الأول هو ضبط الموظف. يعني لا يوجد تعليم من غير معلم. المعلم هو أساس التعليم، يجب أن يكون المعلم موجود. لو كان المعلم موجود وهو يقوم بواجبه يمكن أن يعدل العمل حتى في ظروف تكون صعبة أحيانا صعبة أو لغير متوفر فيها ما يتوفر للمدرس. في السابق في أساتذة قدموا لهذا البلد ودرسوا هذا الجيل في ظروف أقل من هذه الظروف الحالية. الدولة بذلت كثير من الجهود، رئيس الجمهورية شخصيا مطلع على مسألة التعليم بصورة مستمرة، وبالتالي يجب علينا أن نضبط المعلم، يكون المعلم في مكان عمله ولا يتقاضى راتب إلا أن يكون قدم عمل. الآن كثير من المعلمين يتقاضون الرواتب وهم جالسون في البيوت وهم مثلا تجار في الأسواق. هذه المسألة سنضع لها حد عن قريب. كل من يتلاعب، كل من لا يذهب إلى مكان عمله، كل من يكون في مكان آخر غير مكان عمله ويتقاضى راتب، هذا الشخص لا يستحق ثقة الدولة ولا يستحق الراتب، وبالتالي نتخذ إجراءات ضد مثل هؤلاء الأشخاص. وماذا عن مدى مراعاة بعض المدارس لتطبيق الثنائية اللغوية؟
نعم، الثنائية اللغوية طبعا هي خيار سياسي قامت به الدولة، وبالتالي اللغة العربية واللغة الفرنسية يجب أن تدرس. هناك خطة وطنية، استراتيجية وطنية اعتمدت أول أمس، وقمنا بالتعاون مع دولة تونس، أتونا خبراء من هناك ودرسنا هذه المسألة وتحصلنا على وثيقة وهي الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الإزدواجية اللغوية في تشاد. التعليم اللغات سوف يبدأ من السنة الأولى إلى المراحل المتقدمة الأخرى في تشاد، كان في المدارس العربية تكون اللغة الفرنسية، وفي المدارس الفرنسية تكون اللغة العربية، وهذا ابتداء من العام القادم 2018-2019 في كافة المدارس التشادية. هناك مجهود بذل في تدريب الأساتذة، درب الكثير من المدرسين، قد لا يكفون في لتغطية كل الحاجة، لكن سيكون أساس للتعليم المزدوج في تشاد. نعم، إذن سنشهد في السنوات القادمة تفعيل الثنائية اللغوية في المدارس إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا عن تدني مراكز التكوين المهني؟ كيف ترون هذا التدني؟ أيضا مراكز التكوين المهني هي يعني تعاني منه المدرسة بصورة عامة. التعليم المهني هو لا ينظر إليه بأنه تعليم مهم، البعض يرى أنه ليس مجال مهم، يأتون بالشخص الذي لا يستطيع أن يواصل دراسته، وهذا الشخص يرسل إلى التعليم المهني. أقول هذا ليس صحيح، يجب أن يتوجه الجميع إلى التعليم المهني، لأن التعليم المهني يفتح أفاق، يفتح فرص عمل. وبالتالي التعليم المهني كبير، الدولة بذلت المزيد الكثير من الجهود، لدينا ثانويات، لدينا معاهد متخصصة، وبالتالي سوف نبذل جهود أكثر في مجال التعليم العالي. ويجب أن يفهم الجميع بأن التعليم العالي، التعليم المهني يفتح فرص عمل للطالب، بدلا أن يتحصل على شهادة وربما لا يتوظف بها ويبقى هو يعني محتاج إلى عمل. إذن الجميع يجب أن يدرك أن التعليم المهني تعليم مهم. نعم. أيضا تابعنا سويا في التحقيق، أيضا شمل التكوين المهني، تدني التكوين المهني، ربما البعض لا 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 يتدنى إلى هذا، لا يتطرق إلى مسألة تدني التكوين المهني. السيد الوزير، أيضا تأثرت المسيرة التعليمية في منتصف ونهاية هذا العام الدراسي بسبب الأزمة الاجتماعية بين الحكومة والنقابات، وقررتم أنتم كوزارة إجراء مختلف الامتحانات. حدثنا عن كيفية وإمكانية إجراء هذه الامتحانات. شكرا. الموضوع هذا موضوع الساعة، الجميع يتكلم عن الامتحانات، أنها تجرى أو لا تجرى في وقتها المحدد، وقد أوشكت الفترة التي حددت للامتحانات، ولذلك نحن نريد أن نقول للجميع ونطمن الجميع بأن الامتحانات ستجرى في تاريخها المحدد ودون عراقيل إن شاء الله، وقد اتخذت الدولة كافة الإجراءات لعقد هذه الامتحانات في تاريخها المحدد، وهو ابتداء من 29 ثم 2 يوليو ثم 5 يوليو ثم 16 يوليو بالنسبة للشهادة الثانوية. إذن كل الإجراءات اكتملت الآن، أود أن أطمئن الجميع بأن الإجراءات اكتملت لتسير على ما يرام. يعني نعم إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يتعلق أيضا بالمقررات الدراسية، فإن المدارس العامة لا تستطيع إكمال سوى 80% فقط من المقررات، وبينما تشهد المؤسسات التعليمية الخاصة إكمال المقررات الدراسية بنسبة 100%. كيف ترون هذا؟ ولماذا لا تسعى الوزارة إلى وضع برامج تسمح للمدارس العامة بإكمال المناهج؟ والله إكمال المناهج فقط في هذا العام، وإلا المدارس العامة كانت تكمل المناهج كما تكمل المدارس الخاصة. فقط في هذا العام احنا أعلننا في الأيام الماضية، قلنا أننا نسبة المنهج الذي تم تحقيقه هو 80%، وذلك جاءتنا معلومات من كافة الأقاليم، طلبنا من كافة الأقاليم مدى تنفيذها المناهج، وبالتالي الجميع أعلن بأن أو أثبت بأن قد تم التنفيذ 80% من المناهج. باقي المدارس الخاصة كما تعلمين لم تعاني كثير من العراقيل، وصلت إلى
100% في تنفيذ المناهج، سواء كان في انجمينا او في المدن الكبيره او في الاقاليم، كذلك المدارس الاخرى الايكول ما تسمى بالايكول كوميونيتير هذه ايضا لم تعاني، وبالتالي هي نسبه كبيره جدا، يعني قرابه 50% من النظام التعليمي. نحن واجبنا اجراء امتحانات عامة متعلقة بجميع المدارس الحكومية وغير الحكومية، كلها تحت إشراف الدولة، وستجرى الامتحانات للجميع. أما باقي الدروس التي لم تكتمل في هذا العام سوف تقوم المدارس بتقديم هذه الدروس في بداية العام القادم. قمنا بإجراءات، سوف نرى في كل مدرسة أو في كل منطقة إذا كان هناك فصل معين لم يدرس، يدرس في بداية العام قبل أن يدخلوا في المنهج المقرر للعام الجديد. هذا هو ما اتخذناه. أود أن أطمن الجميع، أقول للجميع أن الامتحانات كلها تجرى في تاريخها المحدد، في 29 يونيو، في 2 يوليو، في 5 يوليو و 16 يوليو كما هو محدد في جدول الامتحانات بالنسبة للدولة. نعم سعادة الوزير، ما هي الرسالة التي توجهها إلى جميع الممتحنين؟ الرسالة التي أوجهها لجميع الممتحنين هي أن أود أن أطمئن الجميع، وأنه عليهم أن تكون لديهم استعدادات للامتحانات، عليهم أن يبدأوا في التجهيز للامتحانات، وأن يأتوا بروح الطالب المستعد الطموح إلى النجاحات. وبالتالي فإن الوزارة قد عدت كل شيء لإجراء الامتحانات في الظروف المناسبة للطلاب والمدرسين الذين سوف يلتحقون بنا لإجراء هذه الامتحانات، ولنطمنهم بأن كل شيء قد تم في هذا السبيل. إذا إلى الآن لا نشهد أي صعوبات أو أي مشاكل؟ والله الصعوبات قد تكون موجودة في بعض الحالات، لكن الدولة هي واجبها أن تستعد لكل الظروف. نعم تستعد طبعا. لكل الظروف، ونحن استعددنا وسنقوم بإجراء الامتحانات سواء كان في التعليم الأساسي أو في التعليم الثانوي. أنا تكلمت الآن عن الشهادة الثانوية. الشهادة الثانوية طبعا تجرى بصورة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، وقد وقعنا أنا وزميلي وزير التعليم العالي على القرار الذي يعين لجنة التحكيم بالنسبة للتعليم العالي، وكل شيء قد تم. والآن كما تعلمين استأنفت الجامعات العمل. نعم. جامعة إنجمينا، جامعة أبشة، جامعات أخرى من في الدولة التحقت بالمسيرة وبدأ التعليم فيها، الدراسة فيها، وتجرى فيها الامتحانات. والآن الحمد لله على مستوى التعليم العالي الجامعات بدأت في العمل بصورة منتظمة ولا يوجد فيها إشكال إطلاقا. نعم. ونحن يعني نحيي هذه الروح الوطنية التي أبداها الأساتذة على مستوى التعليم العالي، ونقول لما تبقى جامعة أو جامعتين عليهم أن يلتحقوا بالركب حتى تكمل الجامعات السنة العلمية المقررة لهذا العام. نرجو أن تسير كل الأمور على ما يرام. سيد الوزير كلمة أخيرة. والله كلمة أخيرة، طبعا نحن نطمن الجميع بأننا في وزارة التربية الوطنية، وأنا أتحدث أيضا باسم زميلي لوزير التعليم العالي بأن الاستعدادات قد تمت بالنسبة للشهادة الثانوية البكالوريا، لجنة التحكيم موجودة، المراقبين وكذلك المصححين والإداريين الآخرين الذين يدعمون المسيرة، كل شيء قد تم بالنسبة للشهادة الثانوية، أيضا بالنسبة للشهادة الإعدادية كل شيء قد تم. سوف تقوم اللجان بالذهاب إلى المناطق، والإجراءات الإدارية والإجراءات المالية خاصة قد تمت، وكل شيء سوف يبدأ ابتداء من غدا أو بعد غدا، سيكون كل شيء جاهز، وتذهب هذه الفرق إلى الأقاليم، ونقوم بإجراء الامتحانات في الظروف المثلى، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح إن شاء الله. السيد الوزير شكرا على كل هذه التوضيحات، وشكرا مجددا لقبولكم هذه الدعوة. شكرا على التلفزيون، شكرا جزيلا.